الله معكم. أسبوع المقدس أو أسبوع الآلام ببلش من أحد الشعانين وبيمتد لسبت الظهر سبت النور. الأسبوع المقدس بيطرح الكثير من الأسئلة علينا وبيخلينا هيك نقف قدام حقيقة كثيرة. من بين هالأسئلة مثلا، ليش أنا موجود؟ ليش أنا حر؟ ليش الله بده يموت؟ ليه في ألم بالعالم؟ ليه في وجع؟ ليه بدنا نحزن؟ وين الله من كل اللي عم نعيشه؟ وغيرهم وغيرهم. رح نكون سوا عم نترافق خلال هالأسبوع بمثل رياضة روحية صغيرة دقيقتين كل يوم. رح نكون فيها عم نتأمل بسؤال، يعني لكل يوم رح يكون عنا سؤال ورح نكون عم نتأمل بالجواب تبعه سوا. لأول يوم رح يكون عم بطرح سؤال، ليش أنا حر؟ يمكن البعض منا هيك يسأل أنه شو دخل هلأ هذا السؤال بالألم والموت. بالحقيقة لو ما كان في حرية ما كان في لا موت ولا قيامة. إذا كان ربنا مات حبا فينا تخلصنا من الخطيئة، نحن كيف نرتكب الخطيئة؟ وليش نحن حرين؟ نرتكب الخطيئة بخياراتنا. الرب اليوم خلقنا، حطنا بحياة كتير حلوة وعطانا خيارات. كل شيء قادرين نعمله بإرادتنا. لهيك الله لما خلق الإنسان بسفر التكوين ميزوا عن كل الخليقة بشغلة واحدة، إنه هالإنسان على صورة الله ومثاله. صورة الله ومثاله يعني هالإنسان حر كليا بكل خياراته. كرمل هيك ولأنه هالإنسان حر كليا بيدفع ثمن خياراته، وهذا اللي الله بيجرب يعمله، بيجرب يقلنا إنه بخيارك أنت قادر توصل للحياة أو قادر توصل للموت. ليش أنا حر؟ لأنه هالقد الله بحبني، هالقد بده ياني أشبهه. وقت اللي الله بوقف حريتي كرمالي يوقف الخطيئة، الله بطل يحبني، أو الله لا سمح الله شيل مني هويتي كبشري. وكرمال هيك ولأنه هالقد الله بحبني ولأنه هالقد الله بده ياني يكون مميز عن كل الخليقة، لبل بده يكون بشبهه إله، خلقني حر وبيطلب مني بحريتي أني أختار الحياة. كرمال هيك اليوم بأول يوم من الأسبوع المقدس منجرب نفكر سوا، أنا أي خيارات باخد؟ هل أنا بختار الله بس بالكلام؟ هل أنا بكامل حريتي وبكامل وعي بدي ربنا؟ اليوم أنا وياكم رح نكون عم نصلي على نيد كل الأشخاص اللي فقدوا حريتهم قسرا بالقوة، يلي انظلموا بالمجتمع، يلي انظلموا بحياتهم، يلي حتى انظلموا بمجتمعهم وبتأثير ناس حواليهم عايشوا معهم. نصلي على نيد كل هالأشخاص، طلبنا يا رب اليوم انك تساعدنا نرجع نكتشف هويتنا الأصلية، انه نحن أولادك على صورتك ومثالك. لك المجد يا رب من هلأ وللأبد، امين.